خلينا نتكلم شويه في الشق العالمي ونتابع اخر الاخبار العالميه. علشان كده معايا عبر سكايب الاستاذ فادي فخوري الصحفي بموقع ميلان سبورت، وهنتكلم معاه في بعض الامور المهمه جدا تحديد فيما يتعلق بالدوري الايطالي. يا استاذ فادي اهلا بيك، منورنا. نورك يا كابتن كريم، اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا بيك. طبعا في البدايه عايزين نتكلم عن الدوري الايطالي، واكيد خلاص خلال الفتره الجايه الموسم الايطالي الجديد هيبتدي في ظل طبعا بعض الانتقالات المهمه جدا اللي بتحصل في مختلف الفرق الايطاليه، ابرزها طبعا يوفنتوس وارتباط اسم بعض اللاعبين بهذا النادي الكبير اللي حائز على اللقب اخر السنوات، وايضا فيما يتعلق بميلان وميلان المشروع بتاعهم وانتر كمان المشروع بتاعهم اللي بيحاولوا يكملوه على مدار الموسم الجديد. فخلينا نبتدي باليوفي تحديدا والكلام على سواريز وانضمامه لفريق يوفنتوس، اخر الجديد في الجزئيه دي تحديدا ايه؟ هو اخر الجديد حضرتك ان النهارده قالت صحيفه لاجازيتا دو سبورت الايطاليه، قالت ان خلاص في شبه اتفاق بين اداره اليوفنتوس واداره برشلونه ان هم ياخدوا لويس سواريز، وهياخد المرتب في حدود 10 مليون يورو في سنويا، ويعتبر خلاص يعني شبه رسمي، وفي الايام اللي جايه هنسمع اكيد اخبار جديده وهيبقى رسمي يعني ان شاء الله. يعني خلاص الموضوع اقترب من الانتهاء بشكل رسمي لصالح يوفنتوس، واكيد هيكون اضافه طبعا لفريق يوفنتوس خلال الموسم الجديد. طبعا اكيد اكيد يوفنتوس بينقصه بقاله سنتين، ما عندوش مهاجم صريح، بيلعب برونالدو ديبالا بس في المقدمه، ما فيش مهاجم صريح، مهاجم صندوق. جونزالو هيجواين طبعا بعيد عن الملاعب، اصابات، وزنه الزياده، يوفنتوس بيفتقد المهاجم الصندوق يعني، فاعتقد ان شاء الله هيلاقيه في لويس سواريز. هو اكيد الهدف بالنسبه لهم طبعا الشامبيونز ليج بيحاولوا فيه بقى لهم فتره لكن مش موفقين، فاكيد سواريز هيكون اضافه كويسه. لكن انا عايز اروح لميلان، وميلان بيحاولوا يستعيدوا العصر الذهبي بتاعهم من خلال بعض الصفقات، لكن لسه برضو مش من الصفقات مش من نفس القوه مثلا بتاعه صفقات يوفنتوس او حتى صفقات الانتر. بتشوف ازاي مشروع ميلان خلال الموسم القادم، وهل الاهداف اللي هم حاطينها لنفسهم ممكن تتحقق ولا لا؟ ميلان حضرتك السنه دي يعتبر جدد عقد في الانتقالات دي، جدد عقد ابراهيموفيتش لمده موسم، انتدب ابراهيم دياز من ريال مدريد على سبيل الاعاره لاخر الموسم. بالظبط. خلاص يعتبر ساندرو تونالي الموهبه الايطاليه تعاقد مع يعتبر شبه رسمي بعد فتره التوقف الدولي، هيعلنوا عنه من نادي بريشيا. في كلام تاني عن باكايوكو، في كلام عن لعيب اسمه لويس فلورنتينو لويس من بنفيكا البرتغالي. المشروع يعني يعتبر مشروع شباب، الميلان بيحاول يبدا مشروع شباب بلعيبه يعني مش معروفين قوي، مع الوقت بياخدوا خبره في الدوري الايطالي. هل ده يرضي يعني طموح جمهور ميلان في العالم كله؟ ميلان ليهم جماهير كتير جدا في كل انحاء العالم، يعني هل الفكر ده يرضي طموح الجماهير؟ بص حضرتك، هو يعني في البداية ان يعني الجماهير مش عايزه لعيبه شباب بس، لازم يبقى فيها لعيبه خبره في الفريق. بس للاسف في مشكله اللي هي القانون المالي النظيف، كان عامل ازمه في التعاقدات بعد ما بيع بيرلسكوني للنادي للصينيين. الصينيين جم صرفوا في موسم واحد 200 مليون يورو وما عملوش اي حاجه، يعني وصلوا دوري اوروبي ما فيش. فالمشكله الميلان مش مشكلة لعيبة، يعني مشكلة في الإدارة، في الإدارة وفي التعاقدات. أيوه، إن المشكلة كل شوية يعني رئيس النادي بيبيع بيجي إدارة تانية، الموسم اللي بعده بيجي إدارة تانية، الرئيس الصينيين ماشوا جم إدارة إليوت البنك اللي أخذ النادي، هم دول اللي عملوا يعني بيبتدوا يصلحوا من دلوقتي يعني. فكل شويه ادارات بتروح وادارات بتيجي، فاستمرار الاداره السنه دي ان شاء الله بيبقى ليه مؤشر ايجابي يعني للفريق ان شاء الله. طيب بالنسبه للانتر واستمرار كونتي، وده يمكن كان اهم شيء بالنسبه لهم بعد النجاح اللي عمله الموسم اللي فات مع الفريق، تاهله للتشامبيونز ليج وكمان وصوله لنهائي اليوروبا ليج وخسر من اشبيليه في مباراه كانت قويه جدا، وواضح ان هم حاسين ان هم ماشيين في الاتجاه الصحيح، كمان دعموا بعض الصفقات ابرزهم اشرف حكيمي، بالاضافه لاستمرار لوتارو مارتينيز المهاجم الارجنتيني المميز. ازاي بتشوف انتر خلال الموسم الجديد؟
هو انتر يعني الصراحه عامل صفقات حلوه وماشي كويس، يعتبر مع كونتي كاول موسم، يعتبر الاداره مش يعني اي طلب كونتي بيطلبه الاداره بتلبيه. في النهارده كولاروف الظهير الايسر بتاع بالظبط. روما خلاص عمل الكشف الطبي وهيعلنوا عنه النهارده، هيعلنوا عنه يا النهارده يا بكره. في كلام النهارده في لاجازيتا دو سبورت عن تعاقد مع ارتورو فيدال لاعب وسط برشلونه. في كانتي، ما اعرفش كانتي لسه يعتبر في بدايه المفاوضات هتبقى مع صفقة حلوة تشيلسي. قوي دي، هتبقى صفقة حلوة قوي بالنسبة لهم. طبعا بس مشكله ان انتر اصلا عنده لعيبه خط وسط كتيره، يعني عنده بانجولان، باريلا، سينسي، بروزوفيتش، في لعيبه كتيره. ف هنشوف بقى اختيارات كونتي، مين هيقعد ومين هيمشي، يعني لسه مش معروف. وهل التعاقدات دي هتتم اصلا ارتورو فيدال وكانتي ولا لسه كلام في طب البدايه؟ بالتحديد بالنسبه للاوتارو مارتينيز المهاجم الارجنتيني، وكان الكلام ان هو رايح برشلونه، وطلع كلام تاني ان اللاعب تراجع عن انتقال لبرشلونه بعد ما عرفته ان ميسي عايز يرحل عن برشلونه. دلوقتي ميسي مكمل الموسم اللي جاي في برشلونه، هل ممكن يتفتح الكلام تاني بانتقال اللاعب للنادي الكتالوني؟ اعتقد لان برشلونه بيفتقد، يعني اعتقد بعد لو رحل لويس سواريز راح يوفنتوس هيبقى ما فيش عندهم يعني مهاجم صريح، فاعتقد ممكن يرجعوا لو تارو مارتينيز مره ثانيه. بس ممكن يعني شايفها انتر مش هيبيعه بسهوله، مش بسهولة. هيسيبه بسهوله يعني. أكيد، لأنه عنصر مهم جدا بالنسبة لهم في الحياة. طب أنا عايز أسأل في اكيد حاجة تخص نجم من نجوم الكرة المصرية وهو محمد النني، وفي تقارير خلال الأيام السابقة كانت بتتكلم على إن سامبادوريا الإيطالي بيرغب في التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة من أرسنال، في المقابل أرتيتا المدير الفني لأرسنال مهتم قوي بتواجد النني. إيه آخر أخبار التقارير دي، وإيه الجديد اللي ممكن يحصل بخصوص محمد النني؟ هو زي ما حضرتك قلت، هو كان في تقرير طالع على موقع توتو ميركاتو ويب، قال ان سامبدوريا فعلا بقياده المدرب كلاوديو رانييري عايز يتعاقد مع محمد النني على سبيل الاعاره. بس اعتقد يعني النني لعب ماتش حلو قدام ليفربول في كاس الدرع الخيريه، لعب اعتقد ماتش صعب كويس ان فعلا. مش عارف لعب ماتش حلو جدا. ف مش عارف هل يعني هو التقرير طالع، بس اعتقد يعني لغايه دلوقتي ما فيش مستجدات عن الخبر يعني، وطلع في توتو ميركاتو ويب بس، يعني ما فيش اكتر من موقع او اكتر من صحيفه ذكرت الكلام لغايه طيب، دلوقتي. يعتبر شبه اهتمامات، ما اعرفش اهتمامات في لكن مفيش القادم حاجة الايام رسمي هيبقى يعني. فيه. لا اعتقد لغايه دلوقتي ما فيش حاجه رسمية، بس اعتقد لو جه يعني سامدوريا هيبقى اضافه طبعا أكيد. فريق، وهيستفيد فنيا من مدرب كبير زي كلاوديو رانيري. بالتوفيق ليه طبعا، سواء استمر مع الارسنال او جه سامدوريا او انتقل لاي نادي تاني. أكيد إن شاء الله. طيب أخيرا عايز أسألك عن شكل المنافسة في الموسم الجديد في بطولة الدوري الإيطالي، وهل حد ممكن يكسر هيمنة يوفنتوس على اللقب ولا لا؟ هو سؤال صعب، كل موسم بيتقال السنة دي يوفنتوس مش هياخد الدوري وفي الآخر بياخد الدوري. بياخد الدوري. ف ممكن انتر ينافس بعد الاستقرار، بعد كونتي، بعد ما عرف يعني حاول يجيب، يكون عنده فيه لعيبة احتياطي، حاول يعني يتعاقد مع اللعيبة اللي هي ناقصة عنده في الفريق. ممكن يكون في نفس منافسة من الانتر، يعني يعتبر انتر هو اقرب حد ممكن ينافس على يوفنتوس على اللقب. أكيد هنتمتع بالدوري الإيطالي في الموسم الجديد يا أستاذ فادي. أنا بشكرك شكرا جزيلا. الأستاذ فادي فخوري كان معانا عبر سكايب، طبعا الصحفي موقع ميلان سبورت، واتكلمنا معاه بخصوص تحديدا الدوري الإيطالي والمنافسات في الموسم الجديد وفيما يتعلق ببعض الفرق الإيطالية كمان.